انا اتولدت في بيت زملكاوي، والدي الله يرحمه كان لعيب في نادي الزمالك، لعب في نادي الزمالك 11 سنه، فالطبيعي انا كنت موجود في نادي الزمالك على طول، بس ما لعبتش كوره في نادي الزمالك الا وانا عندي 17 سنه، يعني ما اتدربتش في مراحل الناشئين والكلام دوت، بس كنت موجود جوه النادي على طول مع والدي متواجد. حته ان العيله برضو كلها زملكاويه ديت ما خلتنيش برضو افكر او اروح كده، او يعني تفكيري ما راحش في حته تاني. ما بداش معايا ان انا اروح، مرضيش وديني نادي الزمالك اصلا، انا اول نادي لعبت فيه نادي الزمالك، فما رضيش يوديني، قال لي عايز تروح روح انت، ما ليش علاقه، روح اختبارات بقى يشوفوك الكلام ده. رحت فعلا واتخذت من الاختبارات والناس شافتني، وقعدت ما حدش عارف ان والدي الكابتن عيد عبد الملك الا بعد، يعني بعد فتره اللي هم طلبوا مني اوراق التأييد والحاجات ديت. يمكن هو نصايحه طبعا ليا كانت ان انا ابقى دايما مركز. هو كان برضو نفس الشكل، كان عنده عصبيه شويه او حامي شويه في الملعب الكلام دوت، فانا واخدها منه. هو كان بي يعني زارع فيا الحته ديت، مخليني ابقى حامي كده على طول، او ما احبش اخسر، ما احبش الخساره، الحاجات ديت برضو زرعها فيا يعني من صغري. انا هم مركز اللي تحت المهاجم، صانع اللعب كله، سواء هاف يمين او هاف شمال او تحت راس الحربه او راس الحربه، دول بس اللي لعبتهم على مدى حياتي. يمكن كابتن حسام حسن بس في المصري لعبني كان ديفندر تالت، اللي هو مثلا ديفندر في نص الملعب بس هجومي شويه، بس ده المركز اللي شاركت فيه، لكن غير كده ما رجعتش للجزء اللي ورا ده خالص. انا زملكاوي جدا، ابويا زملكاوي، ده طبيعي يعني. انا موضوع بكره الاهلي او مكره، انا كنت هلعب في الاهلي، دي حاجه عاديه جدا. انا ما بكرهش الاهلي، انا زملكاوي، بتعمل لي مشاكل كتير طبعا. انا زملكاوي، انا مش عايز، يعني الطبيعي ان انا مش عايز الفريق المنافس بتاعي يكسب، او مش عايزه ياخد دوري، مش عايزه ياخد افريقيا. مين المنافس للنادي الاهلي في افريقيا في عدد البطولات؟ نادي الزمالك، مازيمبي، بعدين الترجي، الكلام ده صح؟ ليه هو ياخد بطوله افريقيا ويبعد عنه؟ ده دي وجهه نظري. الناس كلها عايزين نطلع اقول لا، ده بيلعب باسم مصر اشجعه. الناس عايزه اللي بيضحك عليهم شويه وبتاع ويلعب بالعاطفه شويه. انا كده، هو انا مش عايز النادي الاهلي يكسب، خلاص ايه المشكله يعني؟ المشكله في الموضوع ده اراء الناس كلها، خلي بالك. بس الناس بتخاف او بتتكسف ان هي تطلع تقول الكلام ده عشان ما يتهاجموش او ما يحصلهمش مشاكل ولا الكلام ده. لازم تبقى صريح، تحدد وجهتك. انا محدد وجهتي وبقول ده على الملأ، مفيش مشكله خالص يعني.